يسعد اوقاتكم اصدقائي. جولتنا اليوم راح تكون من مدينه اسطنبول لنتعرف مع بعض على اجواء شهر رمضان المبارك. عاده الله علينا وعليكم بالخير والصحه والعافيه اصدقائي. وراح نتعرف على بعض الاخبار، اخبار مدينه اسطنبول والمدن التركيه. طبعا اليوم عند الساعه 1:52 دقيقه من ظهر اليوم صار في هزه ارضيه في مدينه مالاطيا. قوة الهزة كانت 4.3 على مقياس ريختر. الحمد لله ما كان في إصابات. أجواء مدينة اسطنبول حاليا مستقرة الحمد لله، ما في شيء. لكل واحد خايف يجي سياحة على اسطنبول، فعم نعرفكم على الأجواء داخل هاي المدينة. والحمد لله الأوضاع مستقرة وما في شيء بخوف. كل واحد خايف يجي سياحة على مدينة اسطنبول. هاي أسواق اسطنبول والأجواء والعالم عايشة حياتها طبيعي في مدينة اسطنبول. هاي هي أسعار الملابس بسوق بيازيد جنب محطة المترو. أسعار بالدولار، في أسعار بالليرة التركية. اليوم سعر جرام الذهب في مدينة اسطنبول 1055 ليرة تركية. هاي شناتي السفر. أسعارها ما هي غالية، أسعار مقبولة بهالمنطقة بما أنه بيعوا بالجملة وبالمفردة. أسعار كتير مناسبة للجميع، بنصح الكل يزور هاي المنطقة. رح فرجيكم وين مكانها ورح أحطلكم الموقع إن شاء الله بصندوق الوصف. أسعار البيجامات، موديلات النسوانية والرجالية. أجواء شهر رمضان المبارك من داخل مدينة اسطنبول. أسعار الملابس اليوم في مدينة اسطنبول بالجملة والمفردة. بما انه ارض فصل الشتاء ينتهي فبلشوا الاتراك ينزلوا الالبسه الصيفيه. في بعض المحلات لانه انتهى تقريبا فصل الشتاء في مدينه اسطنبول. هي البسه والذي هي موديلات كثير حلوه. كل واحد بده يشتري ألبسة مشان عيد المبارك، عيد الفطر المبارك. بنصحه يجي على هالمنطقة ويزورها، منطقة كتير حلوة. أسعارها رخيصة ومناسبة للجميع. شوفوا هاي الموديلات الولادية. وين دخلنا على المحل نشوف الموديلات. محل كتير حلو. بعض الأتراك صاروا يتكلموا عربي من كتر ما في عرب بمدينة اسطنبول، فمجبورين انهم يتعلموا اللغة العربية لحتى يصير في تأقلم بين العرب والأتراك. هاي الفساتين الولادية، بدلات. هاي موديلات الأنادر الرجالية، موديلات على الموضة.